بكم مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم النهارده بحلقه جديده من حلقات برنامجكم على نار هاديه. طبعا النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه من بلاد الشام، وتحديدا المشهور فيها اهل فلسطين، فان شاء الله تعجبكم. وصفه رائعه جدا، وحتى في مصر معروفه وبقى الاسم متداول جدا. بس قبل ما نبدا ونشوف ايه اسم وصفتنا وازاي هنعملها، نرجع تاني نفتكر مع بعض معلومات مهمه جدا عن كريم بروش. كريم بروش، كريم اتكلمنا عنه، هو كريم هاي لتفتيح البشره والمناطق الحساسه، رائع جدا لكل انواع البشره وطبيعي وامن 100% عشان هو مصنوع من مكونات ومن فيتامينز طبيعيه. عندنا طبعا كريم بروش مش هيكون ليه اي اثار ضاره، علشان زي ما قلنا هو طبيعي فهو امن. مكونات كريم بروش ايه؟ عباره عن الكولاجين والالاستين والليكوريش والكوجيك اسيد وفيتامين اي وفيتامين سي والبانثينول. طيب بنستخدم كريم بروش ليه؟ نستخدمه اهم حاجه فيه واحلى حاجه فيه هو التفتيح. هو بيقدر يفتح البشره بتاعتنا بمقدار درجتين في اقل من شهر، يعني من اول استعمال هيبان معاكي الفرق. اي بنت ممكن تستعمله مكان الفاونديشن اللي بتحطه الصبح. الحلو كمان في كريم بروش غير انه هو للتفتيح والترطيب، هو بيقدر يقضي على الهالات السوداء والانتفاخات اللي بتظهر تحت العين. كمان رائع جدا لتقشير الجلد الميت، خاصة الستات بعد الولادة بيكون عندها كلف، بتكون كده بقع غامقة في الجلد، وهيقدر يقشر الجلد الميت فتطلع البشرة النضرة اللي تحتيه. طيب عندنا موضوع توحيد لون البشرة، هايل في توحيد لون البشرة، مش هيبقى عندك مثلا فرق ما بين مكان الحجاب مثلا وما بين رقبتك، ما بين كف ايدك ودراعك اللي كانوا متعرضين للشمس. عندنا كمان كريم بروش بيزود نضارة البشرة عموما عشان فيه كولاجين وبانثينول. طيب كريم بروش كمان بيقدر يعمل ايه؟ بيقدر يعالج، مش بس يعمل الفوائد اللي قلنا عليها، بيقدر يعالج من الالتهابات. الالتهابات دي بتعمل ايه وبتيجي ليه؟ عندنا التهابات ممكن تحصل من الشمس عشان الشمس بتعمل حروق، وممكن الالتهابات كمان تحصل من الجفاف، وممكن تحصل من الاحتكاكات من الاحتكاك. فهو هيقدر يعالج الالتهابات دي اللي نتجت سواء عن الشمس او الاحتكاك او الجفاف عشان في البانثينول والليكوريش. فالالتهابات دي هتعمل اسمرار، هو هيعالج الالتهابات اللي حصلت وبالتالي يقضي على الاسمرار ويرجع البشره للونها الطبيعي. طيب احنا ليه بنختار كريم بروش؟ عشان قلنا عليه انه هو امن وطبيعي 100% عشان مصنوع من مكونات طبيعيه، فانت تقدري تستعمليه لاولادك بكل امان، بنتك او ابنك الصغيرين مفيش اي مشاكل راجعين من البيسين او مثلا كانوا متعرضين للشمس. طيب عندنا كمان كريم بروش ليه نقدر كمان نشتريه بكل سهوله؟ عشان هو سعره في متناول الجميع، وعشان هو بيتباع في الصيدليات. طالما بيتباع في الصيدليه فهو زيه زي اي دواء او كريم مصرح بيه واخد التصريح، علشان اتعمل له تحاليل، اتخذت عينات من الكريم واتبعتت واتحللت وتأكدوا ان المكونات اللي قلنا عليها موجودة فعلا في كريم بروش. وكمان لما تجرب على ناس ما عمل لهمش اي اثار ضارة ولا سبب لهم التهابات، بالعكس حقق المطلوب منه. طيب اي معلومات اكتر عايزين تعرفوها عن كريم بروش، انصحكم تدخلوا على الصفحة اللي هتتعرض دلوقتي على الشاشة، البيج الخاصة بكريم بروش، اللي تقدروا فيها تتواصلوا مع الفريق الخاص بكريم بروش، تسألوهم اي اسئلة انتوا عايزينها وتعرفوا اي معلومات اكتر تهمكم عن كريم بروش. طيب حاليا دلوقتي هنعرف مع بعض ايه اللي هنحضره اليوم. قلتكم هو طبق من بلاد الشام مشهور جدا بفلسطين. طبعا لما بقول اكلات فلسطينية، اول حاجة لازم يخطر في بالنا في اكلتين اساسيات، يعني دايما المقلوبة او المسخن. فالنهاردة هنعمل مع بعض المسخن الدجاج او الدجاج الفلسطيني، يعني وصفة رائعة جدا جدا، اتمنى طبعا انتوا تجربوها. هنعملها على اصولها. عندنا اول حاجه فرخه كامله مقطعه 4 ارباع، طبعا كل ما كانت فرخه اكبر كل ما كان طبعا احسن. عندي 5 ارغفه صاج، انا بخيركم تشتروا الصاج اللي بيتقال عليه العيش السوري بتاع الشاورما ممكن، او هنعمل العيش الخاص بالمسخن مع بعض، بس مش هنعمل الصاج، هنعمل العيش الاصلي بتاع المسخن. عندي 6 حبات من البصل مقطعين جوليان، يكونوا حبات بصل كبيره وهنقطعهم رفيع خالص. عندي 3 لـ4 معالق كبار من
السماء المطحون اللي بيكون لونه محمر، وعندي كمان تلت كوباية زيت زيتون، وعندي نص معلقة صغيرة من الملح، وعندي ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، وربع كوباية من المرق اللي هينتج عن تسوية الدجاج. طبعا اختياري اي مكسرات انت حابة تستعمليها، ده حاجة اختيارية حسب المتوفر عندك في البيت. طيب عندي تتبيلة الفراخ هتكون عبارة عن ايه؟ هتكون عبارة عن 4 معالق كبار من زيت الزيتون. حبة البصل دي بنحطها تحت الفراخ، فانا حطها مع التتبيله، وعندي معلقه صغيره ونص من الملح، وعندي معلقتين كبار من السماء، وعندي نص معلقه صغيره من البهار الحلبي او اي 7 بهارات انت عندك. انا بستعمل بصراحه خلطه البهار الحلبي اللي موجوده عندي كمان على الصفحه، هايله لكل التتبيلات، لحوم وفراخ ورائعه جدا. وعندي رشه حبهان مطحون، و4 معالق كبار من عصير الليمون، ونص كوبايه ميه هنضيفها على الصينيه اللي هنسوي فيها الفراخ بتاعتنا لما تدخل الفرن. طيب انا هعمل حاجه عشان دي بتاخد شويه وقت، هبدا احضر في البصل بتاع المسخن. احنا قلنا عندنا كميه بصل كبيره جدا، فانا هحط شويه زيت نباتي عادي. عاده بيحبوا بفلسطين يعملوا البصل ده حتى بزيت الزيتون. انا بحب بصراحه زيت الزيتون ما عرضوش لحراره كبيرة كده زي حرارة القلي، فبستبدله بزيت نباتي عادي. دلوقتي طبعا البصل عندي ده في منه بس كمية صغيرة هاخدها أسفل يعني الفراخ، فهحطها هنا عندي في الطبق البايركس ده علشان إيه تكون أسفل الفراخ عندي لما هاجي أتبل الفراخ وأحطها. بص أنا هروح بس أبص على حاجة كده في الفرن عندي، بس انه انا معيراه على درجة حرارة كام. ايوة تمام. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ شوية البصل، انا هحط مقدار بس بصلاية كده هتكون تحت الفراخ عندي، والباقي دلوقتي المقطع جوليان ده هبدأ انزله في شوية الزيت بتاعي. طيب في حد هيقول لي البصل كتير؟ وصفة المسخن اللي اتشهر بيها انها فيها بصل كتير مع سماء بيدي للبصل طعم اكتر من رائع. بصوا انا هجيب سكينه من ورا عشان دي بصراحه مش هتكون حاميه معايا. طيب دلوقتي ايه؟ انتوا حاولوا دايما بس تشيلوا القطعه دي اللي بتكون رابطه البصل ببعضه علشان ايه يفك معانا فورا ويكون ايه عباره عن شرايح لما هنزلها في الزيت. طيب البصل انتوا شايفينه كتير، بس هو على النار دلوقتي هيبدا يكش وحجمه هيقل جدا، فمش هيبقى كتير زي ما انتم متخيلينه يعني. فعادي جدا كميه البصل دي حلوه، لان المسخن يعني بياخد الطعم بتاعه بالبصل مع السماء. طيب في الوقت ده اللي انا هقعد احرك فيه او اخلي فيه البصل ياخد وقته ويدبل على النار، لازم يبدا يدبل عندي، بس هيفضل له ايه؟ هيفضل له زي قرمشه بسيطه جدا. انا هبدا اتبل الفراخ بتاعتي، فانا هسيبه دلوقتي، مش عايزاه يكون مهري خالص يعني مهري تماما، لا انا هخليه دلوقتي يطرى وبعدين هنشوف هنعمل فيه ايه. طيب دلوقتي عندي انا هنا بوله هاخد فيها بقى تتبيله الفراخ عندي. قلنا عندي سماء، وعندي شويه زيت زيتون، وعندي شويه التوابل بتاعتي. طبعا السماء حاولي لما تشتريه تكوني اخداه من عند العطار نوعه كويس، بمعنى ايه؟ بمعنى تلاقي لونه كده محمر، مش لونه في لون بيكون احيانا على بني مش بيكون لطيف. انت حاولي دايما تجيبي السماء يكون ليه لون محمر، هيدي لون جميل للفراخ لما تستوي، وكمان للبصل لانه هنضيفه للبصل. طبعا انا ايه عيني على البصل عشان ايه ما يتحرقش مني او يتلسع. هشيل بس القطعة دي، شايفين دي اللي دايما بتكون ماسك البصل ببعضه من ورا، بس بشيلها عشان البصل عندي انا عايزاه يفك ويبقى ايه جوانح كده ما يبقوش مربوطين ببعض. تمام. ايه السماء؟ نرجع له تاني. هناخد الفرخة عندي، الفرخة انا مقطعاها زي ما قلنا 4 قطع. اوكي، فعندي اهي التتبيلة، تتبيلة سهلة جدا جدا ما فيهاش حاجة غير زي ما قلنا اللي هو 4 معالق، قصدي المعلقتين الكبار من السماء عندي، وعندي البهار وشويه الليمون وزيت الزيتون. بحاول طبعا اني دايما اكون حاطه التتبيله تحت الجلد وفوق الجلد زي ما انتم شايفين اهو،
طبعا هي بيكون لونها احمر كده وجميل، بس طبعا على النار هيغمق اللون شويه، يعني مش هيبقى بنفس اللون بالظبط اهو. ودي اخر قطعه عندي. طبعا كل ما كانت الفرخه اكبر كل ما كان احلى. وتقدري تعملي للوصفه دي كمان تزودي الفراخ، يعني مفيش مشاكل، انت ممكن تزودي التتبيله وتزودي الفراخ. طبعا خلاص الفراخ عندي اتبلت، لو تقدري تسيبيها بصراحه في الثلاجه تاخد وقتها بالتتبيله على الاقل ساعتين او ثلاثه او حتى لتاني يوم، طبعا هايل جدا. ما عندكيش وقت خلاص هتقومي حطاها فوق البصل عندي. ايه؟ اه ماشي اهو تمام كده. يلا هنقوم بس رصين عندي الفراخ زي ما انتوا شايفين اهو كده، ونقوم اخدين حتى شويه السوائل دي ونازلين بيها عادي جدا كل التتبيله بالفراخ عندي. طبعا هيتشد عليها فويل وهتدخل معايا الفرن تمام. طيب في الوقت ده انا عايزه اشوف البصل عشان انا مش عايزاه ياخد لون بني او تسمر بزياده البصله، يعني انا بس عايزاها كده خلاص حلو كتير اللون عندي ودبلت دبلت بس ما تهرتش لسه. طالما ما تهرتش هقوم نازله عليها دلوقتي بايه؟ هقوم نازله عليها بالسماق البصل. هيبدا بقى ياخد لا الحلقه هو السماق اساسي النهارده في الحلقه بتاعتنا، ده حقيقي زي ما انتم شايفين. وهقوم نازله المفروض عليها بايه؟ قلنا المفروض ان الفراخ بتاعتي دي هتكون استوت، بعد ما بتستوي المفروض اني اقوم نازله عليها ببواقي اللي بتكون عندي في قعر الصينيه من تسويه الفراخ. فانا كمان هنزل بس هنا بشويه الملح بتاعي وشويه الفلفل الاسود، تتبيله بسيطه كده بس للبصل، وكده كده هياخد البصل الطعم بتاعه وهيطرى اكتر بوجود ايه؟ بوجود قلنا اللي كانت تقريبا الربع كوبايه من الايه الميه الناتجه عن تسويه الفراخ. فانا ضفت بس شويه فلفل اسود وشويه الملح عندي، ولون البصل رائع جدا. طيب هحط شويه زيت زيتون في الاخر خالص، بس ده بعد ما ايه المفروض اضيف عليها شويه من تسويه الفراخ. انا مسويه فراخ عندي فانا عايزه بس احط لها من الشوربه اللي نتجت عن تسويه الفراخ. طيب ممكن دلوقتي استاذه هنطلع فاصل ولا لسه؟ طيب انا عايزه اشد على دي فويل وعايزه اجيب الفراخ بس بتاعتي اللي وهجيب الفراخ بتاعتي اللي سويناها. فممكن نطلع فاصل صغير نرجع بعد الفاصل نجيب الفراخ بس اللي استوت واحط معاكم الميه بتاعتها على البصل تاخد طعمه الفراخ. فهنطلع فاصل صغير راجعين بعد الفاصل فاستنونا. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، جبت الفويل اهو خلاص بغلف الفراخ بتاعتي زي ما هي، وقلنا بس بنحط عليها بق ميه بسيط. فانا ممكن بس اخد بق ميه من هنا اهو، احط بق ميه صغير اوزعه، يعني نص كوبايه مش ضروري تحطيها كلها، انت ممكن تحطي ربع وبعدين اثناء التسويه لو خفتي انها مثلا تكون نشفت، بس هي عاده مش هتنشف عشان البصل من تحت هينزل سوائل والفراخ نفسها هتنزل سوائل عندي، فخلي ربع ولو احتجتي بعدين هتحطي ربع تاني. طيب انا هحطها بالفرن بس اللي تحت مش اللي فوق، عشان اللي فوق هنعمل فيه حاجات النهارده. فانا هحطها هنا تستوي بقى براحتها بدرجه حراره 180 او 200 اللي يريحك، شغلي فوق وتحت، وفي الاخر خالص هتقومي كاشفه الفويل وتخليها تاخد شويه لون. ده اللي حصل معايا في الفراخ اللي عندي هنا، انا هوريكم بس شكلها. وعايزه اخد منها بقى شويه الصوص اللي قلنا عليه عشان احطه على البصل عشان ياخد. يلا طب انا هجيب كام مسكات اهو، ممكن اخد المسكه دي في معاها شويه صوص تحت، فانا هاخد اهو باينه معانا اهي اللي انتوا عايزينه، ارفعها لكم شويه. يلا اهو شايفين الصوص اللي تحت عندي، فانا عايزه الصوص ده هو اللي اخده واحطه دلوقتي على البصل هيدي لها طعم. طبعا اللي مش عايز الدهون دي ممكن تحاولوا تتخلصوا منها، مثلا تصفوا شويه الدهون مفيش مشاكل، كلنا لو عندنا فرصه نخلي الاكل صحي مش هنقول لا. فانا بيهمني الصوص اللي تحت ده
هيبدأ البصل ياخد من طعم الصوص الجميل اللي من تحت ده. هنرجعها تاني النار، شايفين؟ عشان تبدأ بقى البصل ايه ياخد من طعم الصوص ده. وبحب في الاخر احط شوية زيت زيتون، زيت زيتون ليه طعم. فلذلك انا الزيت في البداية اللي حطيته ده اللي كان تشوح بيه البصل هو اللي تعرض للحرارة الكبيرة. زيت الزيتون ده البق الاخير ده بضيفه بيكون كاضافة طعم زيت الزيتون للبصل، بس انا مش معرضاه لحرارة كتير. انا خلاص هرفع البصل بشوية الشوربة الموجودة دي، انا عايزاه كده اللي هو ولا طري خالص. لسه بصوا البصلاية لسه ليها قوام، وبنفس الوقت اخدت، خلاص هبعدها اهو، شايفين البصل اهو لسه ليه قوام ما تهراش. هتلاقوا لسه ليه ايه يعني لما تاكلوها هتلاقوا البصلاية لسه ليها حتة قرمشة بسيطة جدا. فتمام انا هبعده بشوية السوائل دي، انا هحتاجه بشوية السوائل اللي شايفينها. طبعا ازاي لسه هنرص طبقنا، لسه في شغل، بس ممكن ناخد مقادير استاذ طلعت، مقادير عمل العيش الخاص بالمسخن عندي اسمه عيش الطابون. عيش الطابون ده عيش مشهور جدا بفلسطين، بيتخبز بطريقة معينة وبيتقدم مع المسخن. طيب عيش الطابون عندي عبارة عن كوبايتين ونص من الدقيق، وعندي كوباية الا ربع دقيق اسمر لو توفر، ما توفرش هتضطري تعملي كل الكمية بالدقيق الابيض. عوضي الدقيق الاسمر بدقيق ابيض، بس هو اصوله يكون مخلوط بدقيق اسمر. عندي نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة ونص من الخميرة، معلقة كبيرة زيت زيتون، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الزبادي. كوباية مية دافية هنستعملها بالتدريج. اوكي طيب دلوقتي اهي عندنا المقادير، هنبدا مع بعض نحضر في عيش الطابون. هناخد عادي جدا، انا مش هختبر الخميره بتاعتي لسبب، عشان انا الخميره بتاعتي عارفاها شغاله يعني ونوعها كويس. اللي عايز يعمل اختبار الخميره طبعا براحتكم، هتاخدوا السكر وتقوموا عاملين ايه مدوبين حبه من السكر في المية، وتحطوا الخميرة على المية اللي بالسكة، وتشوفوا إذا كانت هتتفاعل بعد تغطيتها خمس دقايق، تعمل شكل رغوة تدل على أن الخميرة فعالة. طيب هحط الدقيق الأبيض أهو، وهقوم حاطة الدقيق الأسمر كله على بعضه مباشرة، مش هختبر الخميرة، وهو السكر عندي تمام، وهي الخميرة أهو، والبيكنج باودر، والملح عندي قلنا نص معلقة صغيرة من الملح، وهقوم مقلباهم كلهم على بعض، ندي تقليبة. طبعا شوية الزبادي اللي انا حطاها هتخلي العيش ده يطلع كده هش وطري ولذيذ جدا فوق ما تتخيلوا، بجد عيش رائع. طيب انا دلوقتي هقوم نازلة بايه، عندي المية الدافية بتاعتي، فانا هاخد من الكتل، وممكن اخد اي بولة كده من البولات اللي فضيتها دي اللي بتاعت الدقيق مثلا، وهنقوم خلطين مية دافية، عندي شوية مية سخنة مع شوية مية ساقعة، يبقى عندي المية دافية. هضيف المية بالتدريج بس ما ننساش الزبادي، هضيف نص كمية المية اهو، وعندي زبادي، وعندي معلقة زيت زيتون هتضاف في الاخر. هناخد الزبادي بعد ما ضفنا نص مقدار المية، هنقوم حاطين الزبادي عندي اهو، وندي العجنة بتاعتنا، وهنضيف لسه مية بالتدريج. نبعد بس ده شوية، والمية نخليها هنا، يلا نضيف شوية مية كمان لغاية ما يبقى عندي عجينة لازم تكون تتلم على بعضها بس طرية. بليز معجناتك كلها خليها فيها سنة طراوة، بلاش تكون العجين قافش كده على بعضه وتقيل، لازم يكون عجين دايما مرن وطري، بيديكي أحلى معجنات في الدنيا. ناس كتير بتقول تعمل معجنات تطلع معاها المعجنات مكتومه ومش هشه، مهما كان نوع العجين، مهما كانت مكوناته، حاطه بيض مش حاطه، حاطه زبادي مش حاطه، حاطه لبن مش حاطه، لو العجين قوامه صح هيطلع معاكي حلو، مش ضروري بس المكونات كمان القوام. بصوا بدأت خلاص سطرة هتبدا تلف على بعضها، بس بديها وقتها في العجن. عايزه اوريها لكم وهي ايه كده كره حلوه وملفوفه على بعضها، هتبتدي دلوقتي تلف. بصوا الصوصه طلعت دلوقتي، هتبدا تلم معايا، شوفوا ازاي لمت، عينك بتبقى الميزان بتاعك دايما،
ايه استاذ طلعت؟ شايف العين دايما هي الميزان، وبعدين ايدك، اول حاجه عينك بعدين ايدك. بصوا المطه دي، انا عايزه المطه دي، بليز بلاش تكون من غير مطه، بلاش تكون عجينه قفشه ببعضيها، صدقوني بتطلع معاكم المعجنات مكتومه ومش حلوه خالص. اخر حاجه بضيف معلقه زيت الزيتون وارجع ادي عجنه كمان. خلاص العجين بتاعي خلص، لازم اسيبه يخمر. العجين ده مش هيطول قوي يعني موضوع الاختمار، الجو لو دافي، لو انت في المطبخ عندك المطبخ اصلا حر شويه، دي ان شاء الله 3 ارباع ساعه هتكون خمرت، فماكسيموم ساعه. انت مثلا دفي مثلا فرن على درجه حراره 50 وسيبيه شويه يعني، وطفيه بعدين، بعد ما تطفيه يعني، بعد ما تطفيه هتقومي اخده العجين ده وحطاه. طبعا انا عايزه التلزيقه دي، شايفين دلوقتي عجينه دافيه عشان الميه، عشان الميه وعشان العجن، شويه كده وهتلاقوا العجين بيبطل يلزق، وخاصه لو دهنت ايدي بنقطه زيت. استنوا بقى ادهن بس ايدي نقطه زيت اوريكم شويه اهو زيت، وهنقوم اخدين العجين ده، عايزاكم بقى تشوفوا بصوا ازاي لمت. خلاص دي دلوقتي مبقتش تلزق بايدي، خلاص هي دي العجينه انا عايزاها كده. دي هتعمل لي 4 ارغفه تقريبا، الرغيف داخل من 25 ل 30 سنتي، هسيبها لغايه ما تخمر مثل ما قلنا الثلاث ارباع ساعه او الساعه، وبعدين هنقطعها 4 قطع ونعملها 4 ارغفه من عيش الطابون. طيب استاذ سعد عايزنا نطلع فاصل ولا نكمل؟ نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنسوي ان شاء الله مع بعض العيش ده، وهنشوف طب هيتقدم الطبق بتاعنا المسخن ازاي. فاصل صغير راجعين بعد الفاصل، فاستنونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا العجين عندي قلنا لازم نخمره، وانا عامله نص كميه العجين، مش كميه كامله، دي نص الكميه، دي بتطلع لي المفروض رغيفين بس، اوكي؟ عشان قلنا كميه كامله بتطلع 4 ارغفه. طبعا انتم متخيلين، طبعا دي انتم شايفينها كتيره، هي مش كتيره، هي خمرانه ومعبيه البوله ومنتفخه. انا دلوقتي هنزلها وهنحط شويه رشه دقيق عندنا اهو على الرخامه اللي هشتغل عليها. طبعا ليه العجين لازم يكون دايما فيه سن الطراوه؟ عشان العجين لما بيكون فيه سن الطراوه دي، اللي بيحصل انه لما باجي برش دقيق وبشتغل مش هينشف معايا العجين، تمام؟ معلش كنت ببص بس على النشابه، اهو عندي العجين هنزله. طبعا انا دهنه البوله اللي حطيت فيها العجين كنت دهناها يعني مسحه زيت، فلذلك بتلاقي العجين مش لازق في البوله، عشان اصلا بولتي لما حطيت فيها العجين عشان يخمر كنت دهنه البوله بمسحه زيت. هقطع العجين دلوقتي نصين، كل واحد من دول هيعمل لي رغيف، فطبعا لغايه ما افرد اول واحد، التانية دي المفروض اني اغطيها باي فوطه باي حاجه او بنفس الاسترتش اللي كنت مغطياه بيه، اللي هو ده اهو عندي، ممكن نفس الاسترتش اخليها بس مغطيه الوش عندي. في الوقت ده هعمل ايه؟ هاخد البوله، قصدي الكره دي، ونقوم ايه فردينها عادي برش الدقيق. وطالما عندي العجين طري زي ما قلنا، لما برش الدقيق مش هينشف مني العجين، فانا هبدا دلوقتي افرد. بس لو انت عامله العجين اصلا ناشف وسوائله قليله، اللي هيحصل اول حاجه هتلاقيه بيخمر بصعوبه، تاني حاجه بتلاقي لما بتيجي بتفردي بكش وبيقوم ايه راجع كده لامم على بعضه. بصوا عجينتي مرتاحه كويس، خمرانه كويس، فيها سوائل حلوه، عمرها ما هتكش مني اثناء الفرد. وتانيا لو العجين كمان سوائله قليله، اللي هيحصل انك انت لما تيجي ترش دقيق وتفردي، غير انه فرده صعب وهيكش، هتلاقي كمان العجين هينشف منك، عشان انت بتديله دقيق وهو اصلا ناشف. حلو كده جدا حجم الرغيف بالسم كده معايا يا استاذ طلعت، اللي هو ربع سنتي تقريبا، تمام؟ طيب انا هعمل ايه فيه؟ الجديد في العيش ده ان انا هوريكم الفرن. الفرن عندي انا مشغلاه على 230 220 فوق وتحت، سخن جدا، وحاطه زلط. طب حد هيقول لي ايه حكايه الزلط ده؟ هو اصوله كده، خبز الطابون بيتخبز بوجود زلط، الزلط العادي اللي موجود على الشط على فكره، بصوا اللي في الشط. انا بخلي ولادي يجمعوا لي كام زلطايه حلوه كده،
اهو اطلعه لك. يلا اهو شويه زلط اهو. طبعا ده مولع مش عايزاه ينزل عليا. طبعا هو ده الزلط، زلط عادي من الشط. اوكي ندخلها الصينيه بالزلط ده لغايه ما سخن عندي تماما الزلط على درجه حراره 230 او 220. وفي عندي شرط اساسي كمان قبل ما احط العيش ده فوق الزلط، الزلط عادي مش دهناه اي حاجه اوكي، بس غسلاه كويس ومنشفاه طبعا اكيد. العيش ما ينفعش اشيله فورا احطه، مش هيعمل الشكل الهش بتاعه، لازم العيش ده اقوم حطاه ومغطياه واسيبه هيخمر شويه من 10 دقائق لربع ساعه، هتلاقوه اتنفخ معايا شويه كده اوكي. فدلوقتي العيش ده انا هقدر اشيله وانزله فوق الزلط عندي. في عندي عيش تاني كمان هوريه لكم، ده رغيفين كنت سايباهم متغطيين، هشيله دلوقتي واحطه فوق الزلط السخن تماما. شايفين طبعا خمر. دلوقتي هنروح مع بعض وارميه فوق الزلط، هفتح الفرن واقوم راميه العيش ده. المفروض 3 دقايق تكون كافيه تماما ان شاء الله انه يستوي عندي. طبعا هو بياخد الشكل المتعرج بتاع الزلط. طب في حد هيقول لي يعني ما عنديش زلط ما اعملش العيش؟ لا عادي جدا هتعملي العيش، ممكن تعمليه على الصاج العادي، هقفل اوكي، ممكن تعمليه على الصاج العادي جدا، بس طبعا هو مش هياخد التعرجات بتاعه الزلط ده. 3 دقايق وهنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل فيه. طبعا ده لازم يرتاح، فممكن احطه على نفس الصينيه. طبعا اهم حاجه لما هتريحيه على الرخامه او على الصينيه تكون مرشوشه عندك بالدقيق علشان ما يلزقش طبعا في المكان اللي انت حاطه عليه العيش، لانه ده عجين يكون ناشف تماما، سواء رخامتك او اي صينيه كده بلاستيك او اي حاجه عندك. بس ابعدي شويه عن الازاز والحاجات المعدن كتير ستانلس، عشان بتعمل بتكون ساقعه قوي فبينزل عليها العجين، فبتعمل زي كده نقط ميه تحتيه فبتلزقه حتى لو كنت رشه دقيق. فحاولي تاخدي حاجه بلاستيك او رخامه المطبخ اللي اصلا هي كانت دافيه. طيب ده هنغطيه ونسيبه يخمر بقى ورا العشر دقائق او الربع ساعه بتاعته باي فوطه عندك. طيب في الوقت ده انا معايا استاذ طلعت، ممكن تشوفوا كده ده بيبدا ايه بيستوي معانا كده بهدوء. عندي العيش باين معانا، مش هقدر افتح عليه دلوقتي. طيب في الوقت ده هعمل ايه؟ هبدا اجهز معاكم الطبق بتاعنا. انا هطلع ان شاء الله اول عيش كمان 3 دقايق هيطلع عندي، وبعدين هنحط التاني ده واسيبه دلوقتي ايه متغطي. طيب ازاي بنحضر الطبق بتاعنا او طبق المسخن؟ كل اللي هنعمله، بس لحظة أنا أمسح بس الرخامة بتاعتي كده أهو عشان تبقى إيه نظيفة. كل اللي هنعمله إن أنا في عندي عيش مجهزاه قبل كده علشان هنعمل فيه المسخن. طب لو حد ما عندوش العيش ده هنعمل إيه؟ عادي جدا هتعمليه زي ما قلنا بعيش صاج. أهو عندي العيش بتاع المسخن وعندي الطبق اللي هقدم بيه، وده انا سايباه علشان يكون هو العيش اللي عملناه في الحلقه مع بعض. طيب هاخد دلوقتي الطبق وهبدا اخد عيش المسخن عندي والصوص بتاع البصل ده، وانا لسه عايزه اوريكم دلوقتي اللي بيكون طالع فريش قد ايه بيكون طري. ده انا عامله العيش ده من امبارح، وعايزه اوريكم كمان العيش الاساسي دلوقتي اللي هيطلع هيكون طري وعامل ازاي. هبدا احط اوزع من البصل، هو بيتاكل كده بالعيش المسخن مش بيتاكل برز، حلاوته بالعيش، عيش كده كتير عليه بصل كتير. عرفتوا ليه كميه البصل كتيره؟ عشان البصل ده هو اللي هيكون فوق العيش، وعندنا بعدين ايه قطع الفراخ فبيتاكل كده بالعيش تغميس. انا هحط كمان بصل واحسب حساب باقي العيش عندي كله لازم ياخد من الصوص ده ومن البصل. انا عيني على الرغيف عايزه اشوفه بس من تحت الرغيف بتاعنا ايه اخباره. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بدا ياخد طبعا شكل الزلط، نشوفه عشان ايه ما يتلسعش معانا من تحت. بصوا خلاص استوى. لا لا مش بقلبه، هو كده خلاص هطلعه لكم زي ما هو اهو. هوريه لكم دلوقتي وهحط واحد تاني، عايزه اوريكم ده وهحط واحد غيره. طبعا ده دلوقتي طري جدا، عيش يعني على فكره عيش رائع جدا. انا ممكن افتح لكم هنا منه جزء، نفتحه اهو بصوا البخار الطالع منه
هو كده ده العيش عندي بياخد الشكل ده. بصوا طيب هحط واحد تاني، نحط واحد تاني في السريع اللي هو ده. وعلى فكره حتى اللي سايبينه متغطي دلوقتي احنا مع بعض فردناه، ممكن شويه كمان بس اسيبه شويه وقت لغايه ما يخمر واقوم كمان حطاه فوق الزلط عندي اهو. بنرمي التاني ونغطي عليه. طيب يلا نكمل مع بعض بس طبقنا اللي فاضل. والله بفكر احط ده الفريش، ايه رايكم؟ ده كده الفريش ده حلو عشان بيكون طري. الباقيين انا عاملاهم من امبارح وبصراحه ما عرفتش اعمل بيهم ايه، احطهم في الثلاجه خفت هيباتوا قوي، فكل اللي عملته عملتهم من امبارح، رحت مغلفاهم وسايباهم بصراحه بره، بس الفريش حاجه تانية. طيب لو حد عمله وعايز يخزنه خزنيه بالفريزر، لو عايزاه يبقى فريش هتخزنيه بالفريزر وتسخنيه تاني يوم. بس طبعا يعني الشكل مش بيطلع زي اللي طالع لسه دلوقتي حالا من الفرن عندي. طيب هنحط واحد كمان، حطه كده، ممكن نحطه كده، ونحط كمية البصل عندي كمان. ده بقى يعني تغميس كده، وعلى وشه شوية مكسرات. اللي عندك بقى، عندك شوية لوز متحمص، عندك شوية صنوبر، أنا عارفة بقى غالي جدا، لو حد محتفظ بيه للصنوبر ده في مكان ما طلعوا لكم كده حبة وهتشوحوها، تشوحوا المكسرات. هو فعلا هو بسوريا وبلاد الشام عموما يعني مش يعني، بس دلوقتي اكيد غالي شويه يعني، زمان كانوا مش غاليين جدا بس دلوقتي طبعا اكيد الحاجه غليت. طيب دلوقتي خلاص انا شايفه كفايه كده عيش، هنقوم حاطين ايه قطع الفراخ. فطبعا انتوا ايه ممكن تعملوا فرختين، تعملوا اكتر، كل ما كان الفراخ اكتر كل ما كانت ايه طبعا انها احلى. يلا هنقوم ايه، انا هعمل ايه، هخلي بس الفراخ كده تنزل شويه في الصوص اهو، وعندي دي كمان هنزلها بس كده في الصوص عندي عشان ايه كمان تاخد اللمعه. حاضر لجوه كده اهو، ايه رايك كده اهو؟ ايوه انا باخد هنا ايه، باخد هنا من شويه من الصوص ده وديها ايه من الزيت ده. ايه اخبار اللي في الفرن؟ انا عايزه اطلعه عشان ما يتحرقش معايا كمان، وممكن ندخل زي ما قلنا ايه اللي انا لسه يعني كنت عاملاه معاكم او فرداه معاكم. طبعا مستويه خالص الفراخ، طبعا دي اكله معروفه جدا. عايزه اغسل بس ايدي، بس لحظه اهو. هنرش عليها بقى ايه شويه الصنوبر او اللوز، بقدونس. انا عايزه اشوف اللي في الفرن، نرجع نشوف بس اللي في الفرن كمان عشان ما ننساش اللي في الفرن. وعايزه ايه نحط اخر واحد عملناه مع بعض، شايفين ده اهو، طلعه احسن يتحرق. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو اهو من تحت شايفين. اوكي عايزه احط اخر واحد اللي فردناه مع بعض، وده هحط لكم على الوش، شكله كده مبهج اكتر من القديم صح؟ ده كده شكله حلو بتحسوه. طيب هحط بس اخر واحد عملناه مع بعض اللي هو فردناه في الحلقه مع بعض اهو. طبعا هو خمر شويه، مش هيكون خمر كتير يعني، بصوا هو ما خمرش قوي بس انا هحطه واشوف ايه الاخبار. هو طبعا لسه يعني يا دوبك تمام، هشيله يلا هشيله واحطه، بس انتوا طبعا فيكم تسيبوه اكتر عشان كمان دايما بقول خلي الجو يكون دافي. انا عندي هنا في الاستوديو دايما معروف الجو بيكون ساقع شويه، فانتوا لما بيكون الجو دافي هيخمر معاكم خلال 10 دقائق هتلاقوا ايه اتنفخ معانا. هنقوم كمان حاطينه فوق الزلط ده ومقفلين عليه. طيب اخر حاجه هعملها شويه البصل دول، هحطهم مع شويه مكسرات كده. خلصنا البصل الجميل ده، ايه رايكم؟ اكله سريعه سهله. واللي مش عايز يعمل العيش ده براحتكم خالص، ما تعملوش العيش ده، بس كل اللي هيحصل ان انتوا هتشتروا عيش صاج اللي هو زي بتاع الشاورما هو الاجمل. طب في حد هيقول لي طب ينفع العيش البلدي؟ لو عايزين تجربوه بعيش بلدي ما فيش مشكله خالص، بس هو عاده بيكون العيش لونه الابيض. لا فرق كبير، ده راني بتسالني سؤال اقوله ولا بلاش؟
اقوله؟ طب هقوله يلا مفيش مشاكل. رانيا بتسالني ايه الفروقات ما بين الاكلات دي مثلا والاكلات اللي بتكون زي مثلا احنا نسمع عنها زي المندي زي مثلا برياني. اولا اختلافات كتيره جدا. اول شيء المنشا يعني وطريقه الاكل. المندي او البرياني والحاجات دي والكبسات عموما معتمده على الرز، ده نمبر 1. ثانيا المندي او البرياني اكلات الاصول هندي، دي حاجه. حاجه كمان اما دي اكله فلسطيني معروفه يعني اكله شرقيه. ثالثا انه المندي او البرياني والحاجات دي فيها توابل مختلفه تماما، ده معتمد على السماء بدرجه اساسيه زي ما انتم شايفين، والبصل الكتير انه دايما معروف في بلاد الشام بيحبوا الاكل اللي فيه الايه، عايزين نزود السماء، فوائد السماء بتقولوا لي ايه؟ بصوا انا ما قريتش قوي عن السماء، بس السماء ليه فوائد كتير، فانا مش عايزه بصراحه افتي بحاجه مش متاكده منها. بس يعني عموما بلاد الشام معروفه بتستعمل السماء كتير، بتستعمل دبس الرمان كتير، بتستعمل الليمون في الاكل كتير، بنحب الاكل اللي فيه مزازه. فهو كده بالسماء بيكون الاكل ده مزز سنه بس بشكل لطيف، يعني مش مزز وحش، يعني هو المفروض لو ايه في مزازه بس لطيفه مع طعم الفراخ ومع ال انا مش عايزه ازود قوي البقدونس، هي رشه كده تكسر اللون بس شويه، فمع طعم الفراخ والصوص والبصل هتلاقوا السماء عامل طعم رائع جدا. خلاص كده هو طبقنا. دور عندي هنا اشجار البقدونس، انا عايزه بقدونس مفروم اهو كده شويه بس حبه بسيطه. خلصنا مع بعض. ممكن ايه مثلا ده يعني مجرد تزيين، انتوا ما تحطوهوش مش ضروري خالص، بس عشان اكسر اللون، لان هو اللون ايه بقى عامل على موف كتير، فشويه كسره للون مش اكتر. خلصنا. ايه رايكم بطبق اليوم؟ والعيش ده اللي في الفرن كمان خلص. بصوا قد ايه سريع، بياخد في الفرن يا دوبك زي ما قلنا ايه مفيش، هو مقدار تقريبا الثلاث دقائق. وعلى فكره ممكن احيانا يتنفخ معاكي، يعني كمان عايزه اقول انه احيانا ممكن يتنفخ معانا زي البالون، زي العيش المنفوخ تماما. بيعتمد ايه انه يتنفخ؟ انك تخمريه وما ينشفش الوش بتاعه. يعني انا مثلا اللي دخلتهم دلوقتي عايز تقلبه اوكي، بس هو مش محتاج، هو بيكون مستوي عشان انا مشغله فوق وتحت. عايز تقلبه ياخد لون بس يعني هينشف معانا من فوق وتحت. هو حلاوته انه كده بنلاقي الوش معانا طري، الوش معانا كده ايه، هو بصوا اهو، بصوا قد ايه طري. واحيانا برجع بقول العيش ده نفسه في الفرن انت ممكن يتنفخ معاكي ويكون عامل زي البالونه، اوكي، بس هو اصوله مش ضروري يتنفخ، يعني كاصول هو عندهم مش ضروري يتنفخ، بس انا احيانا بعمله في الفرن بيقوم منفوخ معايا زي العيش البلدي. ليه بيتنفخ معايا؟ بكون ايه، اول حاجه مخمراه ل 10 دقائق ربع ساعه في درجه حراره دافيه فبيتنفخ، ثانيا لما بخمره مش بخمره اكتر من ربع ساعه، فالوش بتاعه مش بيكون ناشف، لما بيدخل الفرن بيقوم منفوخ زي البالون، كمان بيطلع حلو جدا. يعني انا في عندي يمكن الرغيف ده كان ده اللي من امبارح عاملاه، هتلاقوه ايه انا اقدر افتحه بالكامل عشان اتنفخ معايا بالكامل. بصوا استاذ طلعت ده امبارح لما بعمله، بصوا امبارح اتنفخ معايا بالكامل، كان بيودي دلوقتي يتنفخ معايا كله، بس احيانا مش بيحصل كده لو الوش الخارجي نشف، وده اللي كان حاصل بس باللي عملتهم، كان سايباهم بقالي فتره شويه متغطيين بالفوطه فكان الوش نشف. فلو انت خايفه الوش ينشف هتسيبيهم شويه قبل ما تخبزيهم، الحل تقومي بخه الفوطه ببخه ميه، فالوش مش بينشف، لما بيدخل الفرن معاكي بتلاقيه بيطلع منفوخ بالشكل اللي انتوا شفتوه. خلاص كده خلصنا مع بعض. ده العيش بتاعنا وده كده، وده احلى واحد كده فيهم، حطوه بقى فوق تشوفوه كده، يعني عيش رائع جدا طري، وكده عملنا مسخن على اصوله. ازقه لكم قدام، خليه يلا خلاص اهو، توبه خلاص بطلت، ممكن ارجع بده لورا. طبعا الوصفه بتاعت النهارده سواء العيش ان شاء الله او المسخن باذن الله هتلاقوهم طبعا عندي على صفحتي على الفيسبوك طبعا بالعربي والانجليش غفران كيالي ما تنسوش، او على صفحه الانستجرام كمان الخاصه بيا بالعربي او الانجليش غفران كيالي. ما تنسوش طبعا انه حتى حلقه النهارده دي هتقدروا تشوفوها تاني ممكن على فين هنا اهو، ممكن الحلقه دي تشوفوها تاني وتالت قد ما انتوا عايزين، لو دخلتوا على الصفحه كمان عندي هتلاقوا الفيديو نازل للحلقه النهارده، وكذلك هتلاقوها على اليوتيوب، وكمان ممكن تشوفوا الاعاده بكره ان شاء الله الساعه 8 الصبح،
وموعدنا كل يوم بيتجدد إن شاء الله الساعة 12 ظهرا على قناة تن. أشوفكم على خير.